was the first ILO official I ever met in my life in 1993 when I was in Sudan. I call him Mr. Koop because he's been working for a long time on cooperatives in the ILO, including heading our cooperatives department in Geneva, our headquarters. And I'm really delighted that he's here today to share our experiences on cooperatives through our different projects, notably the project that is managed by him, who is sitting here as well. You see that it's also an opportunity for creativity or to complement for production. So cooperatives are here, they're here to stay, but I also think, and this is why I'm really happy to see you here today, to see how can we build on this good work that we've been able to facilitate. How can we work with other organizations, and I'm happy to see the colleagues from FAO here, Marhab, welcome, and others as well, to see how can we build on those good practices. Our partners here as well who've set great example, how can we build on this to see that more cooperatives can be founded and existing cooperatives can be more successful. لتعزيز فرص التشغيل للمرأة وبالتحديد من خلال تعاونيات. بالإضافة إلى أنشطة مولدة للدخل تنفذها السيدات من بيوتهن. والهدف هو من كل ذلك هو تعزيز دخل الأسرة وتحسين سبل الحياة، ولكن الأهم هو تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً بحيث تصبح منتجة وفاعلة ومقررة ليس فقط على مستوى الأسرة ولكن على مستوى المجتمع والمحيط الذي تعيش به، وبالتالي يعني نأمل أنها تسمع صوتها لصناع القرار التي يتم توجيهها للمرأة. لن أتحدث الآن باستفاضة عن التدخلات والمنهجية المتبعة في عملنا مع السيدات والتي سيتم عرضها يعني خلال اليوم وغدا، وإن الهدف من دعوتكم لهذه الاحتفالية بانتهاء المشروع وبدء مرحلة جديدة للمستفيدات تم تحضيرهن لها بشكل جيد من أجل ضمان الاستدامة، ولكن أيضا وجدنا أنه من المفيد إطلاعكم على الممارسات الجيدة والنتائج الفعلية التي حققناها على الأرض. اسمحوا لي في النهاية، نحن عملنا كل ما باستطاعتنا لكي تقفوا بثبات وتستمروا بنجاح أملنا من هذا الاجتماع كل النجاح. مضت 3 سنوات منذ أن بدأ فريق مشروعنا في العمل معا، يعني بعض الثمار، بمعنى أنه التعاونية هي أحد من أهم الثمارات التي حققها المشروع، ولكن هناك العديد من الثمارات الأخرى التي سأطلعكم عليها. الهدف الكلي من المشروع خلق بيئة مواتية للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، هو نشر وتعزيز الحقوق الأساسية للنساء والرجال في العمل. نحن منظمة العمل الدولية من خلال المشروع تؤمن أنه بدون معرفة الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل لا يمكن لأي مشروع أو لا يمكن لأي محاولة اقتصادية أو تنمية اقتصادية أو دعم اقتصادي أن يتحقق. فبالإضافة إلى أنه تأمين ونشر وتعزيز الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل، قمنا كما ذكرت الأستاذة خلود بتأمين فرص توظيف للنساء عبر دعم المؤسسات العاملة في مجال التنمية الاقتصادية، وبالذات منظمة العمل الدولية لديها كما تعلمون 3 شركاء أساسيين تعمل من خلالهم، هي وزارة المرأة، وزارة القوى العاملة، والهجرة، والاتحادات العمال والنقابات، وأيضا منظمات أصحاب العمل. فمن خلال العمل معا، وبهذا الصدد دعوني كمان أذكر أنه في عنا شغل كثيف مع الF E I اتحاد الصناعات المصرية بالدكتور سيد، كان من خلال الدكتور سيد عنا عمل كثيف معه بالتعاونية. كما قمنا أيضا كما ذكرت لكم بتقديم الدعم المباشر عبر التوظيف.